قررت في 2015 أنك تغادر العمل الحزبي ومشيت ترشحت كمستقل للانتخابات البلدية. أنا في الوقت الحاضر رجعت من الباب الكبير، ما زالت النهضة ما نوقعش قبولها معناتها تماما في النسيج الاجتماعي متاع التونسي. ما نجموش نقولوا راهو ما فماش قبول لحركة النهضة في المجتمع التونسي، من منين جابتهم الأصوات؟ أنا مانيش من الناس اللي أترك الأبواب لأن أكون عضو في المحكمة الدستورية، لأنه طبيعي وأنني يجب أن أكون مكاني هو هذاك، ما فيهش كلام. العدالة الانتقالية في المعنى متاحها وأنها مستقلة تمام الاستقلال حتى على المجلس، وأنه ما ترجعش قدام المجلس والقانون واضح. القائمات المستقلة كلهم اتحدوا، اتحدوا بطبيعة الحال. الشخص الذي تحزب سابقا هل يمكن أن يتحول بسهولة إلى شخص مستقل؟ السياسي البارع هو اللي يبدأ خبيث. يوسف وسليم العزابي معناتها الحقيقة من أفضل الناس ومن أحسن الناس. احنا في العائلة متاعنا عنا المساواة في الأرض. الخطر اللي هو يحدق بهم لو كان يدخلوا لهم السياسيين بقوة واللي يستعملوهم لفائدة انتخابات 2019، مش بالفلوس اللي تنجم تربح كل شيء. طلبوا مني بأن أنضم إليهم وعرضوا علي باش أن أكون رئيس هذا الحزب الجديد. إجابة واضحة. هاني قلت لك أنا لا أتحالف مع حركة النهضة حتى وإن كنت في المعارضة، بقيت في المعارضة، أو أنا من أجل أن أكون رئيس بلدية أو لتسهيل الشأن البلدي مستعد للتحالف مع حركة النهضة. خلي يواصلوا هكاكا حتى ياخذوا 2019 ويخلصوا الثمن في الوقت. كيفاش انسان باش يقابل سبشي في 2019؟ كلام خطير اللي خاطب فيه، عمري ما اتصلت به لا هو ولا بالباجي قايد السبشي.